الملعب انت طلعت كتير امي، اقسم بالله عشان انت بتعمله ده، عشان انت عليك قليل الادب، اقسم بالله انت في الملعب انت طلعت كتير امي، اقسم بالله عشان انت بتعمله ده، عشان انت عليك قليل الادب، اقسم بالله انت في الملعب انت طلعت كتير امي. الآن محمد سالم المال موجود، أنا اللي بعرفه أحمد فتحي، حسين خرجة لماذا يدفع هنا نينيه؟ لماذا يدفع نينيه؟ في هذه اللحظات كان لا يجب على حسين خرجة لا يأتي في 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 وجود كابتن الفريق رجب حمزة ممكن يأتي ويجادل الحكم، تأتي وتدفع نينيه لماذا؟ فنينيه بعد ذلك رد الدفعة بلكمة. بعد ذلك كان ممكن ينتهي الامر الى ان اتى بعد خرجه من جديد ولعب لعبه الكاراتيه يعني ما شاء الله عليه. ومع ان اليوم خرجه انا على حسب رايي افضل لاعب في هذه المباراه، من افضل ما ادى في هذه المباراه، وبدل من بعض الاداريين ان يقوموا بتهدئه الامور قاموا بشعلله الموضوع صح. يعني للأسف يعني لقطات ولحظات وتصرفات غير مقبولة بتاتا من لاعب مثل خرجة ومن لاعب مثل نينيه ومن لاعب صغير يعني عبد الله معرفي، للأسف من اللاعبين المتميزين بأخلاقهم داخل وخارج الملعب. برافو على فهد جابر بصراحة حكم هذه المباراة الحكم القطري. هنا اللكمة، هنا اللكمة، وسبقت اللكمة دفعة أيضا من خرجة بصراحة يعني، فهو من تسبب في يعني بالبداية. هنا الدفعة، هنا أتى حسين خرجة لماذا تأتي؟ سؤال يا حسين خرجة لماذا تأتي هنا؟ شاهد حسين خرجة لماذا أتى هاي الدفعة؟ خلاص هذه واحدة وبوحدة خلاص انتهى الموضوع. هنا كان ممكن ان حكم المباراة يمكن كان حتى ما شاف الدفعة، يمكن شاف اللكمة، اللكمة جدا قوية. لا. تصرف مخطئ من نينيه وتصرف ايضا مخطئ من خرجة. وهنا التصرف البشع بصراحة، لكمة الكيك بوكسينج للأسف يعني من خرجة. يعني تصرف غير لائق بصراحة، لا من خرجة ولا من نينيه ولا من عبد الله معرفي اللي ما كان يدري عن السالفة بتاتا من اللي بداها. اللي بداها بصراحة خرجة مع كل الاحترام والتقدير لهذا اللاعب، وأنهاها أيضا نينيه، وبعد ذلك جاء عبد الله معرفي وزاد الطين بالله للأسف يعني. وحكم المباراة بصراحة بطل هذه المباراة بأن اتخذ قرارات جدا مناسبة وجريئة بحق كل لاعب يستطيع